لو على الحصيره تصير كذب. حتى لو على الحصيره تبقين يا ابو فاطمه. اي والله هذا هو يسمعني انا ادبر العلاج اخابر على الشيخ خالد ما قصر اخابره على العلاج ما قصر ويانا خطيه يجيب لي هو العلاج قبل سنه اي سنه ونص هيك. اي شنو كان عنده؟ وعنده سكر اي وشرايين مسدده اي وقامت على رجله وسدد الشرايين سوينا له عمليات 4 عمليات ما فاض وياه قالوا له بتر لا اله الا الله حتى بدلوا شرايين ما فاض شالوا من هاي ودي الى شريان شريان زايد شالوا الهاي ما صارت ما صارت وهاي عمليات سوينا لها الثانيه فاطمه اكو نسوان بس ينقطع رزقه بس يتغير حاله تعوفه تعوف رجلها لا اخوي صدق كذي شلون اعوفه ابو جهالي ابو بيتي انت فوق جهالي. انت فوق ما لا رزق عنده جاي ضيف على اخوه كل شيء ما عنده اخوي نتحمل الحلوه والمره حلوه والمره حتى لو طالت هاي الايام اي اخوي.